ربي وفقنا اليوم، وخاصة فوز صعب جدا كما نحبوا حنا احيانا. لازم هذا النوع من الانتصارات خاصة يجي في الدقيقة الأخيرة اللي يعطي ثقة أكثر للاعبين، اللي برهن أيضا باللي هذا الفريق ما يطلق ولا شيء فوق الميدان. عندهم شغف كبير، عندهم إرادة كبيرة، عندهم عزيمة، عندهم روح قتالية. الحمد لله حققنا هذا الفوز 3 نقاط في استادنا. كما يقول لك الماتش كان تري ديفيسيل، والحمد لله عرفنا نديروا المقابله. نشكر كاع الجمهور اللي ساندنا واللي ساندنا حتى الدقيقه التاليه، ونهدي لهم هذا الهدف نقول لهم مازال بطوله طويله، وان شاء الله مازال نزيدوا فرحهم اكثر واكثر. الديبي تاع الماتش ما كان سهل كما نعرفوا، حنا درنا اللي علينا، بون كرينا دي زوكازيون ما دخلتش، مي الحمد لله امننا في روحتينا حتى الدارنيير مينوت، وقدرنا نماركيو ان جولي بيت.